سلام المغاربه كاملين، ما غير شي غير البنات، موفاه نقول غير البنات على قبل الطبخ. داكشي دابا المغاربه كاملين بدون استثناء، الصغير والكبير. اليوم كان عندي احساس بان المغاربه غادي يفوزوا. قلت نصايب واحد الحليوه نهديها للمنتخب المغربي ان شاء الله من بعد الفوز. ما كانش عندي شي حاجه في الدار غير شي حاجه قليله، وجدت صايبت كيكه بدون بيض غير بالماء بوحدو، ديجا دوزتها معاكم. وقلت ندير هاد الحلوه على شكل الرايه المغربيه نهديها للمنتخب المغربي، الاسود ديالنا والمغاربه كاملين. والحمد لله وكان الفوز، واليوم غلبوا. شكرا لهم بزاف بزاف، شافونا بزاف، وان شاء الله نتمنوا لهم الفوز حتى الفينال. وا مغرب ايوا ان شاء الله نتمنوا لهم الفوز حتى الفينال. المهم دابا غادي نخليكم تشوفوا الكيكه كيفاش وجدتها، راه غير اللي موجود في الدار وصافي، غير عذروني. المهم الفرحه هي المهمه، المهم اننا فرحنا بالمنتخب المغربي ديالنا. يلا البنات ندوزوا دابا الفيديو. اذا البنات غادي نحتاجوا هنا عندي واحد جوج كيسان ديال الماء دافئ، عندي نصف كاس ديال العنبه، دائما العنبه، ديال الزيت، عندي كاس ونصف ديال السكر سنيده، واحد ساشي فاني النكهه، عندي 3 ونصف كؤوس ديال الدقيق الابيض، وعندي جوج خميره كيميائيه، وغادي نحتاج واحد ملعقه كبيره ديال الخل. غادي نبداو على بركه الله. هنا عملت واحد خبيصه ديال الملحه، تصحيح الضوء كما اقول دائما. ماء دافئ نقدروا نشربوا كي تنقول لكم دائما. غادي نزيد الزيت، ساشي نكهه سكر معبور، كاس ونصف خطوة دي أنا أصير كلها. غادي نزيد هنا ملعقة ديال الخل، غادي نبدا نزيد الدقيق، ضفت الدقيق كامل، غادي نضيف الخميرة كيميائية، المول دهنتو بالزبدة وشيتو بشوية ديال الدقيق، دائما كيف تنقول لكم، طلعو يدينا مزيان فوق، عاد نصبو الخليط، غادي ندخلوها الفرن مزيان مزيان، نطفي دابا الفوق ونخلي غير التحت. من غادي تطلع وغادي تبدا تحمى من تحت، غادي نشعل عليها الفوق باش تكمل التحمى ديالها، وغادي نرجع معكم. خليت البنات الحلوه دابا في الفران تطيب. هنا دابا غادي نوجد لا كريم باتيسير، بغيت نديرها وسط الحلوه باش تعطي واحد اللذه. عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، غادي نزيد واحد 4 ملاعق ديال السكر سنيده، وغادي نعمل كريم باتيسير موجوده تتباع، نعمل منها 3 ملاعق ديال. غادي نعملها فوق النار حتى تعقد، وغادي نرجع معكم. كيف تشوفوا البنات من بعد ما عملتها في النار وبقيت مقابلها، يعني مثلا نحيدش على التحريك، كيف تشوفوا ها هي عقدت. هنا عندي شوكولا اللي تستعمل في الكرواسون هذا الطويل، غادي نعمل منه واحد شويه باش تجيني فيها هذيك النكهه ديال الشوكولا، خليه يذوب. غادي نخليها تبرد، عاد من بعد غادي نستعملوها في الحلوه. هنا البنات غادي دابا نعمل الكريم شانتيي، هنا تنحتاج واحد كاس ديال الحليب اللي بارد مزيان، كان في الثلاجه كيف تشوفوا قطع ديال الحليب تجمدات، وغادي نحتاج كريم شانتيي هادي عاديه ديال فاني، هنا ولا بد ما نحتاجو الخلاط كهربائي اللي غادي يطلع لينا هاد الكريمه.
غادي نمشي نطلب وغادي نرجع معكم البنات من بعد ما طلعت لي الكريم شانتيي كيف تشوفوا هنا غادي ناخذ واحد كولورون هنا غادي ناخذ كولورون ملون غذائي في الاحمر غادي نعمل منه واحد شويه تشوفوا اللوين ولا احمر وهنا البنات خديت واحد شويه ديال كريم شانتي عملت فيه ملون غذائي اخضر كيف تشوفوا معايا غادي نحتاجوه النجمه اللي تجي وسط الرايه المغربيه اذا البنات كيف تشوفوا الحلوه ديالنا من بعد ما طابت انا غادي نقطعها على زوج بحال هكا باش غادي نعمر بالكريم باتيسير الوسط وغادي نسقيها بواحد شويه ديال السيرو نتوما معايا دابا غادي نعمل لا كريم باتيسير فوق الكيك ديالنا وغادي نغطي بالكيكه النصف تاع الكيكه اللي بقات لينا وغادي ندهن بالسيرو اللي دهنت به في الاول وغادي نعمل فوق منها لا كريم باللون الاحمر من بعد غادي نعمل النجمة نصيبوها بشي كوردون نرسموها بيدينا كيف نرسموها عادي حنا هادشي نديرو غير يعني ما نستعملوش الورق وغنستعملو يعني مبسطة جدا المهم الراية المغربية صافي كيف تتشوفو الحليوة ديالنا ها هي دابا جاهزة بالنسبة للجوانب غادي نعمل في الجوانب غير البودغ ديال الشوكولا غادي نرشو هكا على الجوانب والحلوة ديالنا ديال الراية المغربية ها هي كيف تشوفوها مبسطة وجميلة جدا ونتمنى البنات تعجبكم وتجربوها ان شاء الله